بتبدأ قصتنا وبنشوف طيارة بتطير في الجو رايحة من أمريكا للندن، وبنشوف الطيار ويليام اللي بيقود الرحلة ومعاه دانيال المساعد بتاعه، وبنعرف إنهم يعني اشتغلوا مع بعض كتير قبل كده. وبيقول ويليام إن الجو باين عليه كويس ومستقر، وإنهم هيوصلوا لندن في خلال 7 ساعات تقريبا، وبتكون كل حاجة ماشية كويس جدا ومفيش أي مشاكل، لحد ما فجأة الطيارة بتتعرض لمطبات جوية كده ورا بعض، والأجهزة كلها بتتعطل، وويليام كده بيقلق جدا وبيحس بالخطر وبيحاول يطلب مساعدة من برج المراقبة الجوي، بس هما بيبلغوه إنهم مش شايفين أي حاجة غلط من عندهم، وإن حتى الطقس مظبوط، وبيستريح ساعتها شوية من كلامهم. بس فجأة بيشوف قدامه عاصفة جوية كبيرة جدا، وبيتفاجأ لأنه قبل ما يطلع بالرحلة مأكد له إن الجو مستقر ومفوش أي حاجة تقلق، وبيحاول يتصل بالبرج تاني بس للأسف ما بيلاقيش أي رد، وبتقرب العاصفة منهم ومبيبقاش قدامهم أي فرصة إنه يتجنبها، وكان لازم يعدي يعني منها، والركاب يبقوا خايفين جدا، وبيطلب ويليام منهم إنهم يربطوا الأحزمة بتاعت الأمان ومحدش يقوم من مكانه خالص، وبيحاول ويليام كده والمساعد بتاعه إنهم يعدوا العاصفة بطريقة صح عشان ما يوقعوش الطيارة، وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يحافظوا على حياة الركاب. ولما بيدخلوا عاصفة الموضوع بيبقى صعب جدا، والركاب بيخافوا أكتر وكلهم بيفضلوا يصوتوا ويصرخوا من كتر الخوف، بس في الآخر بيقدروا يخرجوا منها بسلام، والطيارة بتستقر في طريقها تاني. وفجأة بيستغربوا لأنهم بيلاقوا السماء كلها ضلمت فجأة، وما بيبقوش فاهمين إيه السبب وإزاي الجو قلب فجأة كده من نهار لليل في ثواني، وبيلاقوا أنهم كده فقدوا كل الوسائل اللي يقدروا يتواصلوا بيها مع أي حد من برج المراقبة، ولا حتى يعرفوا يتواصلوا مع أي شخص، بس الرادار بيبقى لسه شغال وبيشوفوا فيه لو في يعني أي طيارة ماشية في نفس المجال بتاعهم ولا لأ، وبيبقوا مستغربين ليه كل حاجة وقفت فجأة، ومش فاهمين المشكلة في إيه بالظبط، وبيفكروا إنها ممكن تبقى مشكلة فنية وعطل بسيط، وإن كل الاتصالات هترجع تاني قريب، وبيقرروا يكملوا في طريقهم. وبعد نص ساعة بالظبط ما بيلاقوش أي إشارة من أوضة التحكم، ولا بيلاقوا أي طيارة في المجال بتاعهم خالص، ودي بتبقى حاجة غريبة بالنسبة لهم وأول مرة تحصل معاهم. وبيحس ويليام كده إن في حاجة غريبة بتحصل، وبيقرر إن هو ينزل كده بالطيارة شوية يعني ويطير في مستوى أقل، ويحاول يفهم إيه اللي بيحصل على الأرض بالظبط. ولما بينزلوا شوية كده يطمنوا لأنهم بيلاقوا في الرادار طيارات كتير في نفس المجال، وبيحس إن كل حاجة اتظبطت ورجعت زي ما كانت، ودانيال بيبقى مبسوط جدا. وفجأة بيكتشفوا إن كل الطيارات دي مش طيارات عادية، وبيلاقوا إن دي طيارات حربية حواليهم في كل مكان، وبيكتشفوا إن طياراتهم في وسط حرب كبيرة وكل حاجة بتتدمر حواليهم، وركاب بيترعبوا لما بيشوفوا المنظر ده وبيحسوا إنهم في خطر، والمضيفين بيحاولوا إنهم يهدوهم وبيطمنوهم إنهم يعني في أمان وإنهم هيسيطروا على الوضع. وفي نفس الوقت الطاقم كله والطيارين بيبقوا خايفين أكتر من الركاب، وفاهمين كويس قوي إن الوضع خطير وإن حياتهم في خطر. وبعد وقت بسيط بيلاقوا شوية من الطيارات دي تمشي وراهم وبتلاحق الطيارة بتاعتهم، وبيحاول ويليام إن هو يبعد عنهم بأي طريقة، وبيضطر إن هو يطلع بالطيارة تاني لمستوى أعلى عشان يتجنب إن حد يهجم عليهم. وبنشوف ساعتها إن الركاب مش قادرين يهدوا وهم شايفين كل المناظر دي، وبيفضلوا يزعقوا مع المضيفين وبيطلبوا منهم انهم يفهموهم ايه اللي بيحصل بالظبط، بس المضيفين بياكدوا لهم ان كل ده يعني هم مش فاهمين حاجه، فبيقولوا لهم يعني ما تقلقوش وان كل ده صدفه، وبيطمنوهم انهم خلاص يعني سيطروا على الوضع وماشيين يعني في طريقهم بسلام وسلاسه. وبيحاول كده ويليام ان هو يتواصل مع اوضه التحكم باي طريقه، بس بيفشل كل مره في الاتصال بسبب الاعطال اللي موجوده، وما بيبقاش عارف اصلا الطياره فين ولا موقعها ايه بالظبط. وبيشوف ويليام انهم محتاجين ينزلوا بالطياره تاني عشان يشوفوا موقعهم فين بالظبط، بس دانيال بيبقى خايف بسبب الحرب اللي موجوده، وبيحس انهم لو نزلوا هيبقوا في خطر وممكن يتعرضوا لاي هجوم، وبيكتشفوا كمان انهم ما عندهمش وقود كتير يكفيهم انهم يطيروا كتير يعني من غير ما يبقوا عارفين وجهتهم بالظبط، وبكده ممكن الوقود يخلص وهم عاملين يلفوا من غير ما يقدروا يوصلوا. وبيعرفوا ساعتها ان وضعهم صعب وكل شويه بيزيد خطوره. وفي نفس الوقت بنشوف اتنين من الركاب ديل وبنت بيتكلموا مع بعض وبيحاولوا يفسروا اللي بيحصل، لان اصلا هما بيشتغلوا مؤرخين ومتخصصين في كل الظواهر الغريبه اللي بتحصل حوالينا طول الوقت، وبيقرروا انهم لازم يتكلموا مع الكابتن عشان اللي بيحصل، وبيحاولوا انهم يعملوا كده، بس الطاقم بتاع الطياره بيرفض انهم يدخلوه للطيار، بس بيقتحموا كده الباب وبيدخلوا بالعافيه، وبيحاولوا يشرحوا نظريتهم للطيار، وبيقولوا له ان الطيارات الحربيه اللي شافوها وعدوا عليها دي انتهت من سنه 1945، وان الطيارات دي كانت معموله عشان القوات النازية تستخدمها في الحرب العالمية التانية. وبيتضايق ويليام لما بيسمع الهبل ده منهم وبيبقى فاكر انهم شوية مجانين، وبيقولوا اي كلام وبيطلب من الطاقم انهم يخرجوهم بره،
وبيصمم ديل وبنت على إن كلامهم صح وإنهم سافروا بطريقة معينة عبر الزمن ورجعوا لسنين كتير ورا وإنهم في سنة 1940 مثلاً. وبيشرحوا إن المعدات بتاعتهم وقفت بسبب كده لأن في الأربعينات التكنولوجيا مش متطورة زي عندهم وإن كل الهجوم والحرب اللي لسه شايفينها نفس اللي هم قروا في التاريخ بالظبط عن الأعمال العسكرية النازية واللي بيحصل فيها. وبيفضل ويليام مش مقتنع بكلامهم وبيصدقش وبيطلب منهم إنهم يرجعوا يقعدوا على المقاعد بتاعتهم في كل هدوء ومن غير أي مشاكل وبيطلب منهم ما يقولوش التخاريف دي للركاب عشان ما يخافوش أكتر تمام. وبيلاقي دانيال إن اللي خلاص الوقود بيخلص منه وبيقرر إنهم يهبطوا كده بالطيارة لأقرب مكان وفي الوقت ده بيقدروا إنهم يتواصلوا مع واحد اسمه ناجل وبيبقى راجل إنجليزي وبيفضل ويليام كده يشرح له الوضع بتاعهم وبيطلب منه إن هو يساعدهم للهبوط الضروري بس ناجل بيحس إن في حاجة غريبة وبيخاف يساعدهم أحسن يطلعوا النازيين. ولما ويليام بيسمع منه الكلام ده بيفتكر كلام ديل وبينت وبيحس إنهم فعلا سافروا بالزمن وبيسأل ناجل هما في سنة كام بالظبط وبيعرف منه إنهم في سنة 1940 فعلا وساعتها ويليام بيبقى مصدوم وما بيبقاش فاهم هيتصرف ازاي بالظبط وبيصدق كلامهم اخيرا وبيحاول ان هو يقنع نايجل انهم مش نازيين وبيتحال عليه ان هو يساعدهم وبينادي ديل وبيخليه يتكلم معاه عشان يحاول يشرح له اللي حصل معاهم ويقنعه بيه انهم مش بيكذبوا وبيفضل يحكي كده نايجل عن احداث كتير في التاريخ وبيقول ان في سفينه بريطانيه هتغرق وبيطلب منه ان هو يتاكد ان ده هيحصل عشان يصدق كلامهم وبيروح نايجل عشان يتاكد من الكلام ده وبيسال المدير بتاعه. وفي الوقت ده بيشرح ديل وبنت لويليام ازاي سافروا بالزمن وبيقولوا ان السبب ممكن يكون العاصفة اللي مروا بيها وانها ممكن تكون كانت فجوة زمنية ودخلوا فيها من غير ما يعرفوا وبيفكروا ان ممكن تكون قعدتهم في الزمن ده هتبقى لوقت معين بس لانهم اصلا ما ينتموش للزمن ده. وبينصحوا الكابتن انهم لازم يبقوا صبورين وحذرين جدا عشان يفضلوا عايشين لحد ما يرجعوا لحياتهم الطبيعية وزمنهم تاني. وساعتها بيبقى فيه راكب كده تاني بيسمع وبيعرف كل اللي حصل وبيروح بسرعة وبيبلغ كل الركاب اللي في الطيارة وبيقول لهم انهم في سنة 1940 وفي نفس وقت الحرب العالمية التانية وان حياتهم كلهم في خطر وبيقول لهم ان كل الطاقم بيكذب عليهم وخابين الحقيقة. وبيقترح كده على الركاب انهم يقتحموا الغرفة بتاعت القيادة ويهبطوا كده بالطيارة في اقرب مكان وفي ناس كتير ما بتبقاش مصدقه الكلام ده وبيفتكروا ان الراجل ده مجنون بس في ناس تانية بتصدقه وبيوافقوا يتعاونوا معاه. وفي الوقت ده بيقدر اتنين ضباط موجودين انهم يوقفوهم عند حدهم يعني ويمنعوهم يعملوا الهبل ده وبيمسكوهم وبيضربوهم وبيربطوهم عشان ما حدش منهم يقدر يتحرك. وفي الوقت ده بيرجع نايجل لمكانه بيتواصل مع الكابتن وبيأكد له ان فعلا معلوماته صح وبيشكرهم كده وبيقول لهم ان بسبب المعلومه دي قدروا انهم ينقذوا ارواح كتير جدا وبيوافق ان هو يساعدهم عشان يرد لهم اللي عملوه وبيطلب منهم انهم يلاقوا حل عشان يعرفوا موقعهم اللي هم فيه بالظبط وبيقدر يساعدهم وبيحاول الكابتن واللي معاه انهم يلاقوا اي حل يعرفوا يحددوا بيه مكانهم وما بيبقاش قدامهم غير انهم يستخدموا النور بتاع الطياره يمكن يقدر نايجل ان هو يوصل لهم. بس للاسف بسبب الانوار دي لفتوا انتباه الطيارات الالمانيه وبتقرب منهم بتهجم عليه وبتفضل تضرب عليهم نار من كل مكان والركاب كلهم بيبقوا خايفين من الضرب اللي جاي لهم من كل مكان وبيصرخوا كلهم وبيحسوا انهم خلاص كده كلهم هيموتوا. وبيلاحظ الكابتن ساعتها ان اصلا طيارتهم متقدمه جدا عن الطيارات دي وبيقرر يستخدم ده لصالحه وبيفضل يدخل في مناورات كتير معاهم وبيستخدم كل سرعته عشان يقدر يبعد عنهم وبيقدر ان هو يطلع بطيارته عن طياره تانيه وبيقدر ان هو يدمرها وبيقدر يعني ان هو يهرب من الباقي وبينقذ كده الطياره بتاعته من الغارات اللي كانوا عاملينها عليه. وبعدها بيكتشف ان دانيال اتضرب عليه نار واصابته خطيره جدا وبيحاولوا انهم يسعفوه بس ما بيبقوش عارفين والطياره كمان بيبقى فيها اضرار كتير جدا وكمان بيكون خلاص الوقود بينتهي تقريبا وبيحاول يطلب من نايجل ان هو يساعده لان بقى لهم يعني مش اكتر من 60 دقيقه والوقود كله هيكون انتهى. وفجاه بيلاقي قدامه طيارتين المانيتين وبيهجموا عليهم من كل مكان وبيضربوا عليهم صاروخ والطياره بعدها بتتحطم والشبابيك كلها بتتكسر والطياره بتفقد التوازن بتاعها والركاب في منهم كتير بيتعور وبتبقى اصابتهم وحشه جدا وبيحصل بينهم حاله هلع ورعب وبيفقدوا اعصابهم. وبيحاول ويليام ان هو يهرب بالطياره بعيد عن الالمان وبيقدر يعني بطريقه معينه ان هو يخلي الطيارتين يخبطوا في بعض ويتدمروا الاثنين وبسبب الانفجار اللي حصل من الطيارتين بتتاثر طياره ويليام وبيحصل فيها اضرار كتير جدا. وبيحاول على قد ما يقدر كده ان هو ينقذ الطياره ويخرج بيها بعيد عن المجال الالماني خالص وبيقرر ان هو ينزل كده بالطياره اكتر ويقرب كده ويرمي الرادار بتاعهم على امل ان القوات البريطانيه ونايجل يقدروا يوصلوا لهم وينقذوهم. وبيوصلوا لنايجل فكرتهم كده والخطه اللي هيعملوها عشان يقدر يساعدهم وبيتفقوا معاه هيعملوا ايه بالظبط وبيوافق نايجل على خطتهم
وبيبدأ الطاقم إن هو ينفذ يعني الخطة، وبيدوروا على مظلة عشان يرموا بيها الرادار بأمان من غير ما يتكسر. وبيفضل نايجل متابعهم خطوة بخطوة في كل اللي بيعملوه، وللأسف الرادار بيقع قدام القوات النازية وبياخدوه في نفس الوقت. بتشتبك معهم القوات البريطانية وبيضربوا كده على بعض نار، وبعدها بيقدروا إنهم يتغلبوا عليهم عشان يقدروا ياخدوا منهم يعني الرادار، وبياخدوه بسرعة وبيسلموه لنايجل. هو بيشغل كده الرادار وبيقدر إنه يعرف مكان الطيارة بتاعتهم، وبيحاول إنه يساعدهم وبيشوف أقرب منطقة آمنة يقدروا ينزلوا فيها بالطيارة بتاعتهم. وفي نفس الوقت الوقود بيبدأ يخلص وما بيبقوش عارفين يعملوا إيه، وفجأة بيلاقوا نفس العاصفة اللي قابلوها قبل كده وهم في طريقهم. وبيفتكر نظرية المؤرخين لأنهم قالوا إنهم أكيد بعد وقت قصير هيرجعوا للزمن بتاعهم تاني، وبيعرف إن هو لازم يمر من العاصفة دي عشان يقدر يرجع لزمنهم تاني، وبيطلب من الركاب إنهم يستعدوا ويتمسكوا كويس قوي ببعض عشان يقدر ينقذهم. وفي الوقت اللي هم بيعدوا فيه من الدائرة بتاعت الزمن بيحس الركاب إن دي نهايتهم، وإنهم مش هيقدروا يكملوا بسبب القوة بتاعت العاصفة اللي دمرت كل الطيارة تقريبا وما بقاش فيها أي حتة سليمة. وفجأة بيقدروا يخرجوا من الدائرة بسلام، وبلان الجو رجع تاني يتظبط والجو بقى نهار تاني زي أول الرحلة، وبيعرف إن كل الكلام بتاع المؤرخين كان صح وإنهم فعلا سافروا بالزمن وإن العاصفة دي كانت بوابة للزمن. وبيقدر يتكلم كده الطيار يعني وبيرجع للمراقبة تاني بشكل طبيعي، وبيقرر إنه ينزل بالطيارة في مطار برلين بعد 6 ساعات من الرعب والخوف في الجو وفي زمن تاني خالص غير الزمن بتاعهم. وأخيرا بينزلوا بالطيارة الأرض، والركاب كلهم ما بيبقوش مصدقين إنهم لسه عايشين لحد دلوقتي وإنهم كويسين وبخير بعد كل ده، وبيسلموا على بعض وبيبدأوا ينزلوا من الطيارة. وبيخرج ويليام كده من الأوضة بتاعت القيادة وبيلاحظ إن كل الركاب نزلوا من الطيارة إلا راجل عجوز وشكله غريب بيكون لسه قاعد، وبيكتشف إن هو بيكتب كتاب اسمه الرادار الذي أنقذ أوروبا، وبيكتشف إن الرادار بتاعهم اللي رموه كان ليه دور كبير جدا في هزيمة الجيش الألماني ساعة الحرب العالمية الثانية. وبنتفاجأ في آخر الفيلم إن الراجل العجوز ده يبقى نايجل اللي قدر إن هو ينقذ الطيارة كلها باللي فيها. وبيخلص فيلمنا على كده، وأشوفكم بقى في العظمة الجاية. سلام يا سادة.